عندنا السؤال يقول: وجدت كثيرا من المحاضر العلمية فيها ضعف في الاهتمام بالعقيدة، فما توجيه فضيلتكم؟ نعم، وجد في بعض المحاضر العلمية عدم الاهتمام بالعقيدة الإسلامية. المحاضر يعني يقصد يعني المجامع العلمية أو الملتقيات العلمية. في شك أن القصور حاصل، وما كل من يتصدى للكلام يوفق أو يكون عنده علم، القصور حاصل، ولكن يجب التعاون في هذا الأمر ومناصحة من يحصل منه نقص أو خطأ، مناصحته وبيان الحق. نعم.